سلمى، يمكن أساس كل مرض هو أو حتى زيادة الوزن نمط الحياة، يمكن والحياة اللي عم نعيشها والمأكولات اليومية، اختلاف نمط الحياة والغذاء بشكل عام عم يأثر بشكل كبير على صحتنا وزيادة الوزن. أكيد نور، ودائما مثل ما بيقولوا حاجة الإنسان هي اللي بتأدي إنه هو يبدع ويخترع. صحيح. وهذا الشيء اللي طبعا ضيفتنا من خلال مشروع الصغير حاولت تلاقي حلول لبعض المشاكل الغذائية والصحية من خلال ابتكار بعض أنواع الطعام اللي هي ممكن تكون فيها كثير من الفائدة وبنفس الوقت سعرات حرارية قليلة. رح نتعرف أكثر على طبعا المشروع مع ضيفتنا وهي مؤسسة مشروع باتريسيا غنام. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، هلا كيفكم؟ يسعد صباحك. صباح. هلا كثير من السيدات والصبايا كانوا ضيوفنا وعندهم مشاريع خاصة، ودائما ننتقل من أكلات البيت للمطبخ، بس لما نقول أكل صحي بتلاقي كل العالم عم تقول إنه ما كثير طيب. لا، اليوم الموضوع مختلف، أكل صحي مع كل الشغلات اللي بنحبها. خلينا نحكي عن هيدا المشروع، الأكل الصحي، كيف إجت الفكرة، كيف بلشت، والنوعية، يعني كيف إجتك الفكرة بحس الناس فعليا تحب تأكل هيدا الشيء؟ هلأ أول شيء، المشروع اللي أنا هلأ بلشته هو حلم كتير قديم، يعني فيك تقولي من لما أنا كنت بالمدرسة كنت أحلم اشتغل بهذا الشيء، بس مو الأكل الصحي بشكل خاص، اشتغل بمجال الحلويات. تأجل كتير المشروع، فتت بغير مجال، الأهل دايما بيحلموا أنه يشوفوا ابنهم بشيء معين. صحيح. بناء على رغبة أهلي أنا درست إعلام، اشتغلت بالإعلام، بعدين لا أنا طول الوقت عم فكر بشيء اللي أنا بحبه، أنا بدي أنه روح على مجال صنع الحلويات. بدي روح اشتغل بهذا الشيء، وبالفعل سجلت معهد تغذية وبالمعهد بيعطونا دروس عملي. الفكرة اللي عندي تعززت أكثر من حلو العادي المو صحي، لا للحلو الصحي، كونه كمان شيء بيشبهني. أنا حدا كتير بيلعب رياضة، بيهتم باللايف ستايل تبعه تماما بالأكل الصحي، فإنه يا الله كيف أنا فيني أعمل نظام غذائي حلويات صحية، يعني هي كيف ركبت مع بعضها نوعا ما غريبة. إيه إنه حلو صحي، إيه تماما، بس لا على فكرة أنت يعني هلأ العالم بتقول حلو صحي إنه شو هذا، أكل دايت، أكل مدري شو. لا هو ما هو دايت، هو كتير فيه سعرات حرارية عالية، بس إنه مو بيسمن، لا يعني إنه فينا واحد إذا أخذ قطعة صغيرة منه مزبوط ما يسمن. طيب باتريسيا، خلينا نحكي اليوم وخصوصا بهذا الوقت اللي نحن فيه، يمكن هلأ قبل شوي كان معنا طبيب قلبية وكنا عم نحكي عن تأثيرات الحلويات على الأشخاص مرضى القلب، مرضى سكري، أو حتى الناس اللي هي حابة تكون اللايف ستايل تبعها أو النظام الصحي تبعها ممتاز أو منيح. ف المكونات اللي موجودة بشهر رمضان فيها سكريات عالية، ابتداء من التمر وصولا للقطر والقشطة وكثير من الشغلات. خلينا نقول شو المكونات اللي عم تعتمديها والأشكال الأنواع اللي عم تساويها. هلأ بالدرجة الأولى أنا بعتمد على الشوفان، فيه سعرات حرارية، بس هو مادة مثلا نحن فينا نستخدم منه طحين الشوفان بدل ما نستخدم طحين الأبيض. هي شوفان، فيها شوفان، هي فيها شوفان، هي كوكيز بالشوفان والمكسرات، وحاطت لها سمسم، سمسم زيوت اللي فيه كتير كتير صحية وكتير مفيدة للجسم. التمر مثل ما قلتي فيه سعرات حرارية كمان، بس هو يعني فينا نحلي فيه بدل ما نحط نحن سكر أبيض، السكر المكرر. عم حط كمان زبدة الفستق، كمان أنا عم ساويها زبدة الفستق بالبيت. تماما صحيه. احيانا عم نستعان بالسكر، هي الاطفال كثير بيحبوها زبده الفستق. اي انا بتمنى انهم يحبوها الاطفال، لانه عن جد كثير كثير مفيده، خاصه اذا رايحين على المدرسه، اذا اجوا من المدرسه الماما ما انا ملحقه الاكل، ففينا تعمل لهم قطعه خبز او قطعه كوكيز صغيره عليها زبده فستق. في كمان كرات الطاقه يلي كمان فيهم، في بعض منهم شوفان وزبده فستق، او عم حط كاجو وطحينه. صحيح الكاجو كثير غاليه، بس انه اتس اوكي، يعني انه بتمرق شيء بسيط يعني. تماما شيء بسيط، بتمرق من باب التنويع بالنكهات. كرات طاقه ليه بنسميها كرات طاقه؟ لانه بتعطي طاقه من الكربوهيدرات، يعني وحده كافيه تعطينا مثلا تماما يعني قديش من الحريرات فيها. هلا تقريبا هدول من 140 ل 150 سعره حراريه، فيهم يعني تقريبا 4 جرام بروتين. اي تماما. يعني الرياضي فينا مثلا ياخذهم على الجيم قبل الجيم اذا ما لحق ياكل، الشخص اللي عم يدرس، طلاب الجامعه اللي عنده شغل، يمكن الاولاد اللي بيعذبوا اهاليهم بالاكل كثير. هي كمان نوعا ما بتعمل عامل جذب، فيها حلويات بتلاقي الولد ممكن ياكل اكثر. الناس كيف كان رده فعلها على شغلك؟ كنا عم نحكي تحت الهواء انه هيدا مشروعك من انت وصغيره، لما جربت اول مره وبلش هيك نوعا ما الناس عم تقول لك اعملي لنا طلبيات، اول رده فعل بتذكريها وشو قالوا لك؟ هلا انا اول ما بلشت عملت وصفه كوكيز صغيره، الشيف وشرى صديقتي هي اللي بعثت لي وصفه. احد الاشخاص داقه دواء لحدا، اما الحدا اللي داقه قال انه بدي اوصيكم على نص كيلو.
من اول مره فورا تمام عرفتي انه ما بتتخيلي قديش انا كنت مبسوطه انه واو انا لسه هلا بلشت انه دغري عم جرب انه لسه عم جرب ايه. وبالفعل شاركت ببازار سيدة دمشق لسه انا ما كنت عامله كثير اصناف يعني انه انا يعني شوي شوي من بازار سيدة دمشق اجاني شغل وبعدين اشتركت في بازار ثاني. البازارات نوعا ما في تفاعل فوري مع الشخص يعني بتشوفي ردة فعله بتعرفي انه حب ولا ما حب. هلا بكثير كثير اوقات مثلا الناس تاخذ عندي ترجع ثاني يوم انه نحن بدنا ناخذ حبينا ما بتتخيلي قديش انا مبسوطه انه واو انه عن جد هيك يعني الشيء اللي انا عم بحلم فيه هلا يعني عم يتجسد على ارض الواقع. هذا الشيء كثير فظيع اكيد. ويمكن هلا رح وقف شوي عند هي القطعه لانه هي هوس الكبار والصغار الشوكولا. اول ما اجيتي حطيتيها قلنا لك جايبه واحده بس عم تقولي كثير طيبه فقلنا لك جايبه واحده بس كيف نقسمها هلا بيناتنا. خلينا نحكي عن الشوكولا. هي اساسا بنعرف انه الشوكولا الغامقه هي بيكون فيها فوائد واقل ضرر لانه فيها نسبه السكر قليله. فانت اللي بتعتمدي بكل انواع الشوكولا عندك هي الشوكولا الغامقه. تماما الشوكولا الغامقه اكيد يعني الشوكولا الفاتحه فيها سكر اكثر فيها حليب اكثر. هي لا بتجي ما فيها شيء عرفتي يعني هي تقريبا ناخذ فوائد الكاكاو والمكونات كلها كامله. اي يعني هي بتنفع كمان الاشخاص اللي بيستخدموا نظام الكيتو لانه خلايا بستيفيا اي فانه صحيه ما فيها شيء ابدا. حتى يعني حتى سكر ما في ابدا ما في اي هي مثل ما قلتي كثير يعني عن جد اكثر القطعه عم تنباع الاطفال يمكن اي انه شوكولا واو خلص هلا وصيناكي عندك للقاء الجاي بدك تعملي نص كيلو للاخباريه خاص يعني. شو الحشوه اللي بتحطيها غالبا؟ هلا هي فيها طحين اللوز وطحين الشوفان وفيها زبده فستق مع تمر. الزبده الفستق والتمر بيعملوا مثل كراميل والتحت الارضيه هي اللي بتسمك هي القطعه. هي تقريبا فيها 170 كالوري. هلا الحلو بمنتجاتك نوعا ما عم نشوف الناس رايحه نوعا نحو المظهر يعني التفاصيل والديزاين والاشكال هون يعني صحيه وطبيعيه يعني بتحسي بسيطة. ما فيها الاوفر بالاشكال خصوصا عند الاطفال يعني بتلاقي بدك اشياء صحيه وبنفس الوقت كمان ما فيها سكريات والوان. هون يمكن مشروعي كان له لمسه خاصه. هلا اغلب الاكل الصحي انت ما فيك كثير تتفنني فيه لانه انه ما فيك تحطي مثلا كريمه او شوكولا او ملونات او رشه هيك شيء انه اي رشه زياده انت عم تزيدي سعرات حراريه بالصحن او بالقطعه. فكل شيء محسوب وكل شيء هيك بسيط. هلا اغلب الاحيان انه اغلب العالم بتشوفه انه كثير بسيطه لا ما حناخذها. عشان هيك نحن بنشتغل على الديزاين بنشتغل على اللوجو بنشتغل على الربطه لحتى العالم شوي تنجذب لهي القطعه يلي عم تشوفها قدامها. اكيد. كمان خليني اسال يعني باتريسيا خلال شهر رمضان الناس بتحب طبعا هذا النوع من الحلويات خصوصا اللي عندهم انظمه صحيه فانه اي ممكن هيك قطعه تستهويهم. تمام. وهلا نحن جايين على اعياد يعني حتى هي ممكن تكون ضيافه مميزه بالعيد. صحيح. خلينا نحكي هل في مثلا تواصي معينه بتجيكي مثلا بتطلع معك فكره مثل هي؟ هل كان في حدا معين ورا هيك فكره ولا لا انت بتقري بتتفرجي بتشوفي بتجربي؟ هلا مثل ما قلت لك انه بلشت القصه بقطعه كوكيز صغيره حطيت هل انا عدلت علي اغلب ال هلا ما بدنا ننكر انه اليوتيوب هلا موجود يعني صحيح موجود فيه كل شيء مصدر كبير. تمام. انا ماني هلا بموقع انه انا اخترع وصفات او اجرب وصفات. انا المسماي المشروع تبع بيبو لابريتوري هو مخبر بيبو انه انا حاخترع شغلات حاعمل وصفات جديده انه انا عاملت عرفتي. اي مثل ما قلت لك انه انا هلا ماني بموقع انه انا اخترع. مثلا بشوف على اليوتيوب اغلب الاحيان بشوف الوصفه بس يوتيوب هلا اي حدا بيقعد بجرب بينزل وصفه مو اي وصفه فيكي تطبقيها. صحيح. بحس عندي هي الشغله انه انا فيني اشوف الوصفه حس فيها انه هي بتزبط معي ولا لا وبجربها. اي مختبر بيبو اللي هي باتريسيا مختبر الصغير مختبر الصغير ان شاء الله يصير كبير. ان شاء الله من هذا الهي. وهي مثل ما قلتي انه مثلا الاشخاص هلا جايين على عيد وهيك انه بلاهم صحون الكنافه والنموره واساسا بلاهم كل يعني لسه الدكتور كان عم بيقول هالحكي هي اعطيناهم حل نحن حلويات صحيه نوعا ما. وفينا نقول خلينا نحكي على الشق المادي يعني هلا نحن بنعرف التكلفه الماديه كثير غاليه وعم نشوف مثلا الاصناف مثل ما قلنا الالوان والاشكال كمان بتعطي تكلفه مضاعفه هون. صح. نوعا ما في جوده عاليه وصحيه وببساطه. قديش بتدرسوا الاسعار؟ لانه في كثير من الناس بتقول لك انا مش قادره ولا ممكن تلعبي بالكميه الموجوده على القطعه يعني انا فيني حسب مصرياتي اليوم اقدر اشتري من عندك حلويات صحيه. صح. هلا مثل ما قلتي التكلفه هلا كثير غاليه خاصه اغلبيتهم مكسرات وعسل. صحيح. وهدول يعني مكونين كثير غاليين بالسوق. مشان هيك انا قطعه فيك تشتري قطعه
مثلا اذا شو ما كانت الكميه فيني انا اخذ فيك تاخذ قطعه، فيك تاخذ مثلا نص كيلو، بس انه شو هلا يعني بيصير الارخص السعر. بس انا عم بعتمد قطعه قطعه مشان العالم ما تلاقيها غاليه، وبنفس الوقت تجرب هذا المنتج انه عجبها بترجع بتشتري، بنعمل لهم سكره بنراعيهم شوي يشتروا اصناف ثانيه. هلا في كمان صنف ما عجبته هو المالح، ما لحقت اعمله عن جد، ام سوري يعني. هو كمان هيك صنف بسيط بنكهه بالزعتر والفلفله، كمان فينه يكون سناك بين الوجبات، او مثلا بدل ما نقعد ناكل بزر او فستق فينا ناكل كمان السناك المالح اللي هو فيه شوفان وحمص، حمص حب. حلو. حمص الحب متوفر وما انه كثير غالي، يعني فينا العالم يجربوه ياكلوه لهي الشغله. خلص وعد مرة جاي فينا ندوق بعد العيد هلا صايمين هلا بدنا ناخذها نخبيها لبالليل. طيب باتريسيا، ونحن عم نحكي عم نحضر هيك للقاء قبل ما تبلش، باتريسيا مو بس صبيه درست اعلام وعم تشتغل على مشروعها الخاص، هلا كمان عندها عم تدرس تغذيه لحتى يصير عندها معلومات مؤكده، يعني ما يقولوا انه كيف يعني انت مانك دارسه هذا الشيء، كيف عم تعملي هذا؟ يمكن سر من اسرار العمل والاجتهاد اللي بلشتي فيها. نحن كثير بنكون فخورين لما بنحكي مع صبيه او حدا من عنا قادر انه هو يجمع اكثر من شغله ويكون مجتهد ومثابر ليوصل لنتيجه. تحديات كثير يمكن خطيه، شاركتي اكيد بكثير معارض بادارات وعملتي صفحه لك اكيد على مواقع التواصل الاجتماعي لتحاولي توصلي افكارك. خلينا نحكي شوي عن هاي الرحله الصغيره، رحله البازارات، رحله الوصول لأن يكون منتجي معروف رغم كل التحديات والبدايه من الصفر حتى الان. تماما، مثل ما قلتي في نقطه مهمه انه انا عم بدرس تغذيه واشتغل هذا الشيء مشان ما يجي حدا يقول لي انه انت كيف عم تعملي هذا الشيء، شو عرفك قد فيه كالوري شو كذا. بس انا عن جد ما بحب بلش بشغله اذا ما كنت فهمانتها كلياتها، يعني عن جد انا هيك انه خلص بدي فوت بشغله لازم اعرف كل شيء، يعني اعرف كل تفاصيلها لوين بدي اوصل فيها. هذا الاطراميز شو فيه، كيف انعمل، كيف كذا، عمله يعني بشكل مدروس. تماما، مشان ما واحد يجي يسالني شغله والله ما بعرف شو. ما بتعرف، ما انت عم تعمل هاي الشغله لازم تفهم فيها. اكيد نتمنى لك التوفيق وان شاء الله مشروعك هيك نشوف له صدى كبير مو فقط في سوريا، على مستوى الوطن العربي والعالم، وموفقه بكل شيء باتريسيا. غنم، شكرا لك. شكرا كلكم.